أما سيدي الطبيعة، الطبيعة مع سي عصام تخمات العثماني. قلت ديك الساعة تقول لك بعثمان عثماني أخوي بداني عثماني بداني. أنا نعم سيدي الطبيعة نيا ما كاين البشر كثير، ما كاين حتى حاجة. المهم هذا منطقة سميتها تينمل، هذيك القلعة اللي قلت لكم ديال الاستعمار سميتها أورير. المهم حنا دابا غادي نتحركوا طرنا الجي نمشيو نقصيو ونشوفوا قال واش نمشيو لهذيك هذيك الشلاله تاع تيزينه ما بين ما بين ما بين تينملو وتالودان. صلح واحد المعلومه، هذيك المنطقه الفوق تما كتلاتني تلاتني يعقوب، وهنا قبل الطريق فين كاين ايجوكا كيا فين جالسين دابا حنا بغينا نتبداو ايجوكا، وهذيك البلاصه فين مشينا ليها تما تينمل، مسجد تينمل، مدينه تينمل، تاريخ قديم ما يعجبكم او سي عصام الله يعمرها دار عزاوي هنا. المهم بقاو معنا غنصورو التراجي ديال الطريق وغادي ندوزو باش نرجعو للطريق اللي جينا أنت زل أمزميز سيدي حسين أمزميز عاد مراكش إن شاء الله ربنا الكريم. Let's go.